السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة عن الشات الاندرويد. فيديو النهاردة خاص بتغيير السيم للموديلات اللي هي TS7, T3L, TS18, TS10, الاربع موديلات اللي بيشتغلوا عن طريق تطبيق سيمي اللي هو بالمنظر ده كده، تمام. في اغلب الاجهزة بتلاقي طبعا معاك تلاتة سيم مجاني. في حالة انت حاولت تنزل اي سيم من السيمزات دي يطلب منك فيزا وكاش وكده، تمام. فانت محتاج تضيف سيم رابع. اولا اول الخطوات ان انا لازم اكون معايا انترنت قوي موصله. الموديل اللي معايا ده موديل TS10، اعرف الموديل منين؟ اجيب سيتنج، اجيب اباوت ديفايس، هتلاقي هنا مكتوب TS10، تمام. ارجع تاني للواجهة الرئيسية للجهاز. اول تطبيق استعمله اللي هو دوفان. تطبيق دوفان موجود على بعض الاجهزه وبعض الاجهزه التانية لا، فهنتيح ليك لينك اسفل الفيديو تقدر تحمل من عليه ابلكيشن دوفان اللي هو بالمنظر ده كده، تمام. هتنزل الابلكيشن على USB، تركب الفلاشه في الجهاز، اختار APK انستولر، اختار USB سواء واحد او اتنين، اعمل تثبيت للابليكيشن، اختار اوبن. الابليكيشن ده مماثل لمتجر جوجل بلاي بالظبط. اعمل ابديت خاص بالشاشات الاندرويد، يعني انت ممكن تلاقي عليه التي لينك مثلا اللي هو خاص بالكار بلاي، هتلاقي عليه الجي بي اس تيست، هتلاقي عليه اي برامج خاصه بالشاشات TS7, T3L, TS18, TS10. اعمل تثبيت، اعمل اوبن. ميزه الابلكيشن ده ان هو ما بيطلبش منك جيميل، ما بيطلبش منك ادوات تانية للتسجيل، تمام. هتعمل خروج من الاعلانات كده. الابلكيشن بعد ما ثبت على الشاشه وخد الابديت بتاعه، تمام، اختار الايقونه اللي في النص، هاجي ابص هنا الاقي مكتوب مثلا تي لينك. لو انت عايز تعمل ابديت ليها هتلاقي تطبيق الويزر، هتلاقي تطبيق اللانشر. هبتدي اعمل اللانشر او التطبيق بتاع سيمي، هعمل له ابديت. اشمعنى ابديت عن طريق الدوفان؟ بسبب ان الابليكيشن ذات نفسه ممكن ما يشتغلش معاك ابديت، او ممكن يكون مقفول على نفسه، تمام. فاضغط ابديت، هيبتدي يعمل معايا داونلود. استعمل انترنت قوي عشان العمليه تمر بسلاسه، تمام. هيبتدي يقول لي تثبيت، هعمل موافق، هعمل اوبن لتطبيق سيمي. هبتدي ارجع تاني هنا لتطبيق سيمي ذات نفسه من فوق، اختار ابديت. ابديت هيبتدي التطبيق يقبل معايا الابديت، مع انه واخد اخر ابديت عن طريق دوفان، بس برضو ده بيفتح لك ان انت تنزل فيرجن احدث. اعمل تثبيت، اعمل دون اوبن. هتلاقي الواجهة نفس الواجهة اللي هو التلاتة سيم مجاني، مش قادر ان انزل سيم رابع او كده. المهم تاني حاجة هفتح الدوفان تاني، اختار الخطوة اللي في النص، هنزل تطبيق الويزر، هعمل تثبيت. الويزر اللي هو خاص بالطقس طبعا، تمام. هعمل اوبن، هيبتدي يعمل معايا بوزيشن او لوكيشن او يحدد الموقع بتاعك بحيث ان هو يديك درجات الحرارة المظبوطة، تمام، على مدار اسبوع كده. تطبيق دو فن بالنسبة لي انتهى خلاص. لكن انت بالنسبة لك انت ممكن يبقى على الشاشة، ممكن تنزل من عليه اللانشر ذات نفسه، تنزل من عليه جي بي اس تيست. دو فن ميوزك ده بديل للبلاير بتاع الشاشة بتاع الميوزك، ممكن نزل عليه يوتيوب ميوزك، ممكن نزل عليه جوجل، قصدي جوجل مابس، ممكن نزل يوتيوب الاصدار الاوفس الموثوق منه، ممكن اعمل ابديت للابلكيشن ذات نفسه بتاع الشاشه. كل ده متاح بدون ما نستعمل جيميل، تمام. اعمل باك كده، هرجع لتطبيق سيمي، هلاقي معايا نفس الثلاثه دولت. هعمل الخطوه دي مهمه، لازم اعمل ايقاف للانترنت، تمام. هسيب لك لينك اسفل الفيديو تاني متاح داخله السيم اللي احنا هنستعمله دلوقتي، تمام. هنزل السيم ونزله على USB، اخش على تطبيق فايل مانجر، اخش على USB،
هتلاقي هنا بنفس النص st10 شرطة all dot abk. تمام، هعمل على نقطة كده واختار كوبي، اخش على الفلاش وارفع لفوق، هتلاقي فولدر اسمه سيمي. تمام، اضغط عليه واعمل نسخ للملف اللي انت خدته من اليو اس بي. كده اليو اس بي بالنسبة لنا وضعها انتهى خلاص، ما عادش محتاجها. تمام، هرجع تاني للشاشة. الخطوة المهمة ان عندي الواي فاي مقفول. تمام، هرجع لتطبيق سيمي، اضغط على الايقونة ديت، تكة مطولة على علامة الترس، فتح لي ايقونة جديدة. تمام، اضغط يو ديسك امبورت، تحميل من مصدر خارجي. تمام، ظهر معايا الابليكيشن او السيمي الجديد اللي انا محتاجه. تمام، اضغط عليه يعلم مربع كده ازرق، اضغط تنزيل. تمام، كده نزل لي السيمي الجديد. ايه الفكره في السيمي الجديد دوت؟ السيمي الجديد ده بيدعم معايا الطقس، بيدعم معايا الوضع الليلي والوضع النهاري. تمام، بناء على التفضيلات بتاعتك انت. تمام، لو دخلت على تطبيق سيمي ضغطت هنا هتلاقي خلاص نزل هنا ومجاني. تمام، الابلكيشن ده بيدعم وضع ليلي ونهاري. تمام، لو ضغطت على سيتنج بلجن اخترت البوت مود، ممكن اعمل سويتش مانولي او تبديل يدوي، اختار المود بتاعه وليكن اختار نايت. تمام، اعمل باك، هتلاقي السيم ذات نفسه بدأ يغير معايا الايه، بدأ يغير معايا الايقونه بتاعته، بدأت تغير معايا في ان هي بلاك ليلي. تمام، ارجع تاني لتطبيق سيمي، اضغط على الايقونه ديت، بلجن اختار النايت مود، اختار وضع نهاري، اعمل باك، الاقي قلب معايا تاني. تمام، في حاله ان انت عايزه يشتغل اوتوماتيك ارجع تاني للبلاج ان، ممكن تظبطه على سان رايز اللي هو شروق الشمس وغيابها، وده طبعا بيستمد البيانات بتاعته عن طريق التاريخ والوقت اللي انت موفرهم له واللوكيشن. تمام، او ممكن اعمل ضبط يدوي اللي هو سيستم تايم، اختار ستارت واند اللي هو مثلا البدايه بتاعت الوقت اللي يشتغل فيه نهاري، والوضع الليلي قصدي يبتدي في توقيت كذا وينتهي في توقيت كذا، واضغط سيف. اوتوماتيك اول ما الجهاز يوصل للنقطه دي هيبتدي يقلب معاك وضع ليلي ووضع نهاري اوتوماتيك. تمام، الافضليه خليها مانولي وخليها مثلا نايت مود، وكل ما تحب تغير الخلفيه ترجع تاني ديفولت مود اللي هو النهاري بس. وكده انا متاح معايا 4 سيم. السيم ده يشتغل معايا على اجهزه تي اس 7 تي اس 10، يشتغل معايا على ال تي 3 ال تي اس 18. في حالة ان انا فتحت الواي فاي خلاص هو كده كده السيم بقى عبارة عن جزء من الجهاز. في حالة ان انا عايز اشيل السيم عامل معايا مشكلة، اخش على سيتنج هنا اضغط كلير داتا، كلير داتا، اوكي. تمام، كده هيرجع للوضع الطبيعي اللي كان فيه، اكن لسه اول مرة استعمل الابليكيشن. عايز انزله تاني تكة مطولة يو اس بي ديسك امبورت، اضغط هنا امبورت بس. تستعمل الخطوة اللي هي بتاعت المسح دي في حالة لو الابليكيشن عمل معاك مشاكل. تطبيق الوزر اشتغل معايا فوق هنا اهوت. تمام، ده تطبيق الوزر، ودي الويدجت بتاعته موجودة عندي على الشاشة الرئيسية. وده كان السيم ممكن اقدر استعمله على الـ4 موديلات اللي احنا اتكلمنا فيهم. شكرا.